ماذا برافو لكم اللي واقفين مع هذا الشاب هذا وراكم واقفين معاه في الامور القانونيه وفي كل شيء. هاد الناس هادو خصهم يوقفوا عند الحد ديالهم. هاد الناس اللي تعداو على هاد الدري حيت كيف ما تعداو اليوم على هاد الشاب غدي تعداو على واحد اخر غدي يضربوا واحد اخر وهاد الشيء ما كيبشرش بالخير. مشاهدون قناة شوف تي في اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. صعصع والقبيح والفرملي ديال موريزكو مشاو فيها. فاعل جمعاوي وحقوقي كيدخلوا على الخط ديال الشاب اللي تعرض للاعتداء في قلب المستشفى الجامعي بن رشد. شدوه تكرفصوا عليه وتعداو عليه. هادشي كامل علاش؟ حيتاش جاب مو تعالج، جاب مو داوى في موريزكو. غادي نخليكم مع حسن حقوقي وفاعل جمعاوي بمنطقة الحي الحسني يحاول يقربنا من شنو واقع وشنو الرسالة ديالو للسي عبد اللطيف الحموشي والسيد وزير الصحة والناس المسؤولين بنو رشد. سي حسن السلام عليكم. الواقع بالضبط الواقع اللي عايشين في المستشفى الجامعي ديال بنو رشد باش ما نبقاش نزوقوا حنا كحقوقيين ما بقاش نزوقوا ان ما نديروش عكر على الحضنة. حنا تطلبوا وكيل العام باش يحقق في هذا الملف في هاد الحراس اللي تيحسبوا راسهم شناهم. اي مواطن الوارد ديال موريزكو اي مواطن كيجي لك المستشفى تيتكرفس وفي تيتكرفس الناس يولي يقول لك هما هو السيد اللي مكرفس يولي يقلب على التنازل باش يجي باش يسمحوا ليه. واش هذاك حارس ولا فيدور؟ هادشي اللي بغينا نعرفو. هادشي اللي بغينا نعرفو. بغينا نشوفو هاد الشركة اللي شادة هاد الصفقة. بغينا نشوفو هاد الشركة اللي شادة هاد الصفقة اللي دايرها هادو ماشي عندهم ماشي حراس مجرمين هادو. ما كاين لا تكوين لا والو. حنا تنعرفو تيكونوا هاد الناس مسعفين تيكونوا دوزو واحد التكوين باش يتكون هاد الحارس تيتكون. أنا كيبان لي هادو كيتكونوا في شي صالة. هادو تيجيبو من الزنقة من الزنقة تيجيبو اللي يخلي يشدو ويعطيو حاجة ديال العصر. هذا أي واحد مريض مسكين تيخاف يدخل السبيطار ولي يخدموا خدمة ديال الممرض تيخدموا. أعطيني نعطيك أعطيتي شي حاجة يبقى معاه هو يدير معاك كل شيء. هذاك السيكريت ولا الموظف يخاف منهم من المستشفى الجامعي. واش تطلبوا فيه تحقيق ولا هذا الأخ معاق اللي اتصل بينا حنا كحقوقيين اتصل بينا الهاتف ديالو وطلب منا باش نساعدوه معاق. هذا مرضي مو تنقول أنا مرضي مو معاق غادي عنده يد واحدة عباد الله وقال لهم ضربني. باش غيضربهم هاد السيد باش؟ باش غيضربهم؟ هادو دور عصابة دوك كتمشي. هذا الراجل ديال الأمن شافو بقى فير. الناس ديال الأمن شافو بقى فير اللي عنده صفة قانونية باش يقول الإنسان راه البطاقة ديالك راه هادي ودخل عنده صفة قانونية ودخل وقال لي بقى فيه. الحال اللي شافو تيبكي مرة سنة تتبكي. شكون اللي غيحمي هاد المعاق بعدا؟ حنا ما باغيين والو باغيين هاد المعاق ياخذ حقه. هادوك الناس شوف هادوك الناس حنا تطلبوا من النيابة العامة الله يجازي بخير النيابة ديالنا. حنا الثقة التامة في القضاء ديالنا وبالناس ديال الأمن باش يديروا بحث في أكثر من الليل. كارثة كارثة تيديروك الناس كولومبيا مريض مريض. تصور المريض تيمشي مع واحد تيتكرفس عليه تيقول لك السيد ما بقاش غيداوى بغى يمشي بحالو. واش حنا في السبيطار ولا في الكوميساريه ما بقاش هادشي؟ البوليس ما بقاش يتعاملوا مع المواطن بهادشي. الناس ديال الامن تيتحاب لهم راسهم هاد الناس والناس ديال الامن تتلاقى مع الناس ديال الامن تيحترمك وتيقول لك البطاقه ديالك وثقتي بحال كيضحك معاك واحد وهذا تيشدك تيخنشك. وبعض الموظفين في السبيطار تما تيدخلوا معاهم في هادشي برا تسدوا البيبان على الناس يعيطوا الناس ديال الامن باش يدخلوا باش هاك السيد يديروا لي التنازل باش يسمحوا لي. حشومه باش يكون عندنا في هاد البلاد ناشي. هادي باقي الحقره باقي القمع ومستشفى جامعي مستشفى جامعي. واش حنا الصحه الناس غادي تداول غادي تدخل ضربوها بالعربيه بحال هكا ما خصناش نبقاو نسكتوا بحال هكا. وشكرا. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام. معك دريس ساعي فاعل جمعوي. معك دريس ساعي فاعل جمعوي جنا اللوس. باش نعطيكم الصوره الحقيقيه هاد السيد والله ما تنعرفو ما تنعرف سميتو. مرايا شارب قيوانه في الولفه لقيتو تيبكي وتيعاود لواحد الدري صاحبو قال لي راه سيكيريتي صاحب الطيف ماشي سيكيريتي في الطريق هذه. تي خويا شنو واقع؟
داكشي اللي عاود ليا تيخلع. وهذا الشيء حنا تنشوفوه في ميريزكو. ميريزكو راه الصراحه راه ولا ديال السيكوريتي، اعطيهم الدخول ما تعطيهمش ما تدخلش. هذا السيد كرفسوه، والعلم هذا السيد راه عنده شهاده طبيه فيها 22 يوم، راه كرفسوه مسكين ما عارف ما يدير. لقيته كيبكي قال لي شنو ندير، قال لي راه قالوا لي المخير في خيلك ركبو. هذا السيكوريتي قال لي سير المخيل المخيل في خيلك ركبو. السيكوريتي نقولوا مسطين، وهذاك الطبيب توا مسطين اللي جا فاش يحمي هذا المواطن اللي مسكين عنده يد وحده، فاش يحميه جا توا شنق عليه. والسيكوريتي قال لك ما خدامش، اجي يشوف صحابو تهز من فوق كرسي وضربوا بالتصرفيقه. هادشي راه حشومه. هاد السيد راه ما باغي والو، ما جاش تيسعى ولا قال لي معاونوني ولا ما خدامش ولا باغي خدمه. لا، هاد السيد راه باغي غير حقه. من هادوك اربعه الاشخاص باغي حقه هاد السيد، ما باغي حتى حاجه. تنتمنوا من الناس المسؤولين ياخذوا لهاد السيد حقه. هاد السيد كل ما تلاقاش معنا غيمشي حتى هو غيكون ضحايا من الضحايا اللي دازوا بزاف، اللي كياكلوا العصا والتصرفيق والسبان وتيحضروا روحهم وتيمشيو. عند البوليس دار شكايه مسكين عند البوليس، صيفطوه باش يدير شهاده طبيه. ما عرفش السبيطار فين جا، جا راه عطوه شهاده طبيه فيها 22. سميتي شهاده طبيه تما نيت يدخل تما يقتلوه. خرب عليك الميكرو خويا. واش يدخل عندهم ياخذ شهاده طبيه من ميريزكو؟ يدخل يقتلوه هذوك هما في الباب. وشنو داروا ليه؟ ما لقاو داخل راه ولا ديالهم. وكنتمنوا من الناس المسؤولين ياخذوا حق الناس. الكاميرات يكونوا داخل المستشفى. بغينا الناس بغينا الناس مستشفى جامعي. احنا عندنا الثقه في الامن الوطني يديروا مراقبه ويشوفوا داك الشيء اللي كيوقع، يشوفوا بعينهم داك الشيء اللي كيوقع. لان المواطن الاغلبيه راه ما كيقدش يريكلامي، كياكل العصا كيحضر راسه كيمشي في حالته. او بنادم طالع عليه او كيدير حاله وحده، او كيجي كيصرف واحد 100 درهم ولا شنو تيديرها في جيبه، فين ما كيبغي يدخل كيعطي 20 درهم باش يتفادى المشاكل. الا ما عطى احتالين غنبقاو حنا غادي بحال هكا. نتمنوا من الله يتبدل من عند الله سبحانه. هادشي اللي كنتمناو، هادشي اللي هادشي اللي الناس حنا نضنا حنا لا ما غيرناش حنا شكون غادي. واو استاذي كتقول لي غيرها. هو هاد الاعاقه ديال هاد السيد راه تشفع عليه واش هما اللي ما فكروش في هاد الاعاقه؟ ما بقاش فيهم عاد غتبقى فيهم شي حاجه اخرى؟ انا المهم اسمحوا لي راه تنهضر في نوع. يقول واحد الانسان معاق وما تيطلبش صدقه، خدام عرك تافو تيعرك فيهم وتيجبد مسكين تيجبد. هو عنده يد وحده مده 10 سنين هو تيسواني. دابا حاليا قال كانوا قيد قديت الحق في السبيطار تيسواني هو مسكين تيمشي تبدا. سمح لي دابا هو تيقول واحد الكلمه، تيقول لك انا تيجبد 20 درهم عباد الله باش نعطي لواحد باش يخليني ندخل. خويا واحد الكلمه هي اللي اثرت فيا مزيان وبكل صراحه اقسم بالله. الا قال لي واحد الكلمه، قال لي هاد اليد ما كرهتش كاع نحيدها، قال لي عم كرفسان الدرجه حق من بعثة محمد. قال لي كون على حياتها، قال لي عم كرفساني، قال لي تنساها تطيح ليا وما بقاش فيهم. عاد يبقى فيهم واحد صحيح. هادو راه نتمنوا من الناس المسؤولين يديروا اجراءات ديالهم ويشوفوا هاد الناس هادو. شوفوا هاد التعدد اللي ولا اللي راه حشومه. حنا قرن عرفت ما والله. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي راه كيخلع اخوتي، هادشي راه ولا كيخلع. مشي للدائره اللي تصمتوا خاطر موسيو من عنده وتصمتوا ليه ويجيبوا لك الناس ياخذوا له حقه. وما باغي والو، باغي الحق ديالو، الحق ديالو بغى ياخذه. ما باغي والو، ما باغي حتى حاجه من شي حاجه، ما طالب لا مساعده لا والو. هاد السيد باغي حقه، هاد السيد ما باغي والو، باغي حقه. قال لك انا تندبر تنخدم وتندبر باش نمشي نداوى. كيدبر باش يمشي يداوى، كيمشي يتخلى دار وهادشي اللي كاين. انا ما بقاش هذيك فيها حر من الحراس ولا في دور اي مواطن. دابا اي مواطن في حدا المستشفى الجامعي يتشكلك من الحراس، يتشكلك من الحراس. انا كيفاش اشدي هاد الصفقه؟ شكون اللي حامي هاد الناس؟ شكون اللي حاميهم؟ ونعرفوا شكون اللي حاميهم. هو اللي يخدموا خدمه ديال الامن، والامن ما يديرش لك ما يديرش هادشي. الامن كيقدرنا، ولا هو تيقول لك اعطيني البطاقه الوطنيه ديالك، هو تيقول لك اعطيني البطاقه الوطنيه ديالك. شكون هو تنعطيه البطاقه الوطنيه ديالك؟ الناس ديال الامن تيقول لك اعطيني البطاقه بطريقه اخرى، بالشبطه هكا تيقول لك اعطيني البطاقه. هو تبا لا حول ولا قوه الا بالله. شو مول
الله يدير شي تاول ديال الخير. فصعصع والقبيح والفرملي ديال موريزكو مشاو فيها. السيد راه دار شكايه بهم ووجه الرساله للسي عبد اللطيف الحموشي، وجه الرساله للناس ديال الامن بالمنطقه اللي تابع لها المستشفى الجامعي بن رشد. فاعلين حقوقيين وجمعويين دخلوا على الخط، القضيه كبيره بزاف. نخليكم مع الشاب يقول لنا الرساله ديالو الاخيره لهاد الناس هادو. خويا الرساله ديالك. الامن الوطني ياخذوا لي حقي من هادو. واحد سيكيريتي. واحد الحاله السي حمزه بسيطه، الشارع البلونكار، البلونكار ديال السبيطار، انه مستشفى جامعي كاين لي بلونكار باش يعطوا المرضى. والله ما عطيتي 50 درهم فيه ولا خدتي بلونكار، هادشي مزريب والله ما تاخذوا. اي واحد نتحدى يمشي وياخذوا فابو. الله يدير شي تاويل ديال الخير. الله يدير. بغيتكم اخوتي كاملين تبارطاجيو باش الرساله ديال هاد الشاب توصل للناس المسؤولين وتوصل للجميع. بارطاجيو الاخوان، اليوم عند هاد الشاب، غدا عند واحد اخر، وبعد غدا عند مرا كبيره. هادشي خصو تلقى ليه حل جدري. ميمكن السيكوريتي تجي عنده ويسلخك ويعطيك قتله ديال العصا في المستشفى ومشي يجيب لك البوليس واللي هو مديكلاري بيك وتولي انت تطلبو باش يدير لك تنازل. هادشي راه مابقى فيه ما يعجب. بارطاجيو الاخوان باش الصوت ديال هاد السيد يوصل الناس المسؤولين. الامور بيد رجال الامن. الله يدير شي تاويل ديال الخير ولهلا يوصل شي مسلم لعند هادوك الناس. وصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم بث اخر ان شاء الله. تبقاو على خير.